لما تكلمت عن مسألة مثلا النقاب. ايه وهذا كنت خليها لباكر بس ما دام تطرقت. ايه لما تكلمت عن مسألة النقاب بشكل سريع وراح قلت واجب مستحب، فإذا كثرت الأعمال إرهابية وما إرهابية وأصبح الإرهاب يتسترون به، وأمر الحاكم برفع أمر مستحب فيطاع، قال وسيم يوسف حرم النقاب. صحيح. شوف والأدهى حينما يصدقونهم الناس، والأعجب حينما الدعاء يصدقونهم منهم، فتجد أنهم هم أهل الإشاعات، أهل الفرية، أحسن ناس منهم في الإشاعات والفرية، في الإشاعات الإخوان. فأنا عن خبرة الآن، يعني أي إشاعة يتقنها ويتقنونهم تعودنا. أنا بالنسبة لأعتدتي يعني أنا إذا يعني أذكر اليوم أحدهم يقول لي يا شيخ يوجد جماعة إسلامية تهاجمك، قلت له أي جماعة بالضبط؟ يعني حدد حتى أستطيع أن أرد من كثرتهم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. لهذا أنا وظيفتي أن أدافع ليس فقط عن الإمارات بل عن كل بلاد إسلامية. أنا دفعت عن مصر من قبل في برنامج، دفعت عن تونس وعن ليبيا ودفعت عن الكويت اتجاه هؤلاء، ودفعت عن كل بلد إسلامي وعن السعودية أيضا. فأنا لا أحصر بقطر، وسيم يوسف لا يحصر بقطر، أنا يحصرني دين الله سبحانه وتعالى، افعل ولا تفعل، لكن هم يحصرهم الحزب ويدعون يقول نحن نريد حرية، نريد ديمقراطية. ما الديمقراطية لم توجد في الشرع،